يعمل صندوق الاستثمارات العامة بحول الله على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة تصل قيمتها إلى تريليون ريال خلال 5 سنوات القادمة من خلال 13 قطاعاً، إلى جانب مضاعفة حجم الأصول اللي يتجاوز 4 تريليون ريال في 2025 وصولاً إلى 7 تريليون و500 مليار ريال سعودي في 2030. كما يستهدف صندوق الاستثمارات العامة ضخ استثمارات في مشاريع جديدة تصل إلى 2 تريليون ريال من عام 2026 إلى عام 2030، ليصبح مجموع الاستثمارات في 10 سنوات القادمة ما يقارب 3 تريليون ريال سعودي في قطاعات جديدة. يستهدف صندوق الاستثمارات العامة استحداث 1,800,000 وظيفة جديدة مباشرة وغير مباشرة خلال 5 سنوات القادمة، وذلك انطلاقا من أن الصندوق الاستثمارات العامة لا يعد ذراع استثمارية المملكة العربية السعودية فحسب، بل محركا أصيلا لتنويع الاقتصاد وخلق الوظائف.